ادي راس المال وادي المكسب. ايه رايك يا محاسن؟ الله عليك الله عليك يا استاذ. وانت بتقسم هو ده الكلام؟ هو ده الشغل؟ مش هتسمعي كلامي بعد كده وتعرفي ان عطا يعرف يجيب القرش من بق الكتكوت. ايه؟ من بق السبع. طب بقول لك ايه، انا هاخد المكسب واسيب لك راس المال تدوره تاني في السوق، ايه رايك؟ ماشي، نلففه كمان لفه في السوق. بس عارفه يا محاسن، لو انا معايا قرشين زياده فوق دولت كان زماننا ضربنا ضربه العمر. ضربه العمر؟ تبقى ايه ضربه العمر دي يا اخوي؟ خلاص بقى يا محاسن ما تفكرنيش. الله، دي انا كل ما بفتكر ان الصفقه دي هتضيع من ايدي بتعصب. طب بس قولي قولي يا اخوي، يمكن اسيب لك راس المال والمكسب الاثنين تشغلهم. راس مال ايه ومكسب ايه؟ دي فلوس، دي ده احنا عايزين قدهم 10 مرات يا محاسن. 10 مرات؟ اه 10 مرات، لان مكسبها لوز ده هيجيب ضعف الفلوس دي في اسبوع ولا اتنين. ضعف الفلوس؟ بجد؟ بجد يا عطا؟ الا بجد يا محاسن. انت عارفه عطا هتعضك ما يقعش الا واقف، وانت جربتي. طب قولي يا اخوي قولي، الصفقة دي تبقى ايه؟ الصفقة دي يا محاسن تبقى سبازمو موفازلين. مين؟ ده أحدث دواء للتخسيس. أيوة، ده تدهني منه جسمك كده يقوم جسمك ده يكش 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 لحد ما يبقى المقاس اللي أنت عايزاه بالظبط. سبحان الله. يلا حلال بقى على اللي هترسي عليه الصفقة. حلال علينا بإذن الله. إزاي يا محاسن؟ انت مش بتقول انها مضمونة؟ مضمونة 100%، قصدي 100,000,000. خلاص ابقى انا هتصرف. بجد يا محاسن؟ الله، عيب، ده انا محاسن برضو يا عطا. يعني خلاص هنعدي الفقر ونقب على وش الدنيا ونعيش. بس اسمع بقول لك ايه. عينيا يا روحي، انا عايزة واحدة من الفسفوزلين ده اللي انت بتتكلم عنه. اصل انا عايزه بقى كده اخس وابقى هانم. واحده بس يا روحي، ده انت محتاجه كرتونه يا حبيبتي. نعم، قصدي كل السبازمو فازلين ده بتاعك انت لوحدك. المهم ايه بالقرشين بقى، خليني الحق الصفقه قبل ما تضيع مننا. هما يومين ثلاثه بالكتير وهتلاقي الفلوس كلها عندك. اجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله يا محاسن. اتفضلي يا ستي، ساعة عايزين نتكلم. اتفضلي. يلا. طب بقول لك ايه يا امير، الوقت متأخر جدا، ممكن اعرف انت عايز تدخلني جوه ليه؟ ثم كمان انا اتكسف جدا من طنط. في حاجة مهمة عايز اقولها لك ولازم تكون امي موجودة. ماشي يا امير، اتفضل لما نشوف اخرتها معاك ايه. يلا. ايوه، عارفة بين مرشدي؟ لا طبعا، ده هيبقى اهم عميل عندنا، اكيد هروح اقابله بنفسي في الميعاد. يلا سلام. اتفضلي. مساء الخير يا ماما. هاي يا طنط. مالكم؟ وجايين منين كده؟ أبدا يا طنط، خرجنا شوية أنا وأمير، وكنت عايزة أروح هو اللي صمم إن إحنا نيجي على هنا. خير يا أمير؟ أنا عايز أخطب سارة. إيه المفاجأة الحلوة دي؟ دي بجد مفاجأة سارة يا سارة. أنا بصراحة أمير فاجئني بالكلام ده ومش عارفة أقول إيه. طنط أنا لازم أستأذن دلوقتي حالا، عن إذنك. باي. يا مالها جريت كده ليه؟ أنا فاكرها هتفرح. لا اطمن، دي طايرة من الفرح. حركات بنات، أنت عارف لازم يعملوا الحبتين دول. احتمال. لا مش احتمال، ده أكيد. يا ابني يلا روح وصلها، حصلها وخليها تحدد ميعاد مع أهلها عشان نروح نقابلهم. ماشي. سارة دي معدية أحسن من البنت البيئة اللي كان مش علق فيها دي. حرام عليك اللي بتعمليه في روحك ده. أنا كويسة بنتي، ما تخافش عليا. ما أنت شكلك تعبان قوي أهو. طب تيجي نروح نكشف عند الدكتور؟ لا الدكتور إيه؟ لا يا حبيبتي، أنا هنام وأصبح الصبح بقى كويسة. بس الله يخليكي سومة، لو حد يعرف إن أنا تعبانة.
يعني حتى كمان مش عايزة تعرفيهم انك تعبانة وانك مموتة روحك عليهم؟ بقولك يا سمية يا بنتي، انا مش عايزة حد يحس اللي انا فيه ده. يا حبيبتي يا طنط، اقولك حاجة بس ما تتضايقيش مني، اهو انت بقى خسارة فيهم. لا خسارة ايه يا بنتي، برضو لما ولادي ده نايم امك وامهم. انت فعلا تستحق الكلمة دي، انت ام بجد. تعرفي سمية، الفرق اللي بينك وبين ولادي، تشوفي امك عملت فيكي ايه وابوكي، رغم كده جدع اصيله متحملتي، بس خساره ولادي في اول محطه سابوني وجريوا. ربنا يخليكي ليا يا طنط، انت الولاد اللي ليهم ام زيك واسمها نجات ما يتخافش عليهم ابدا. شوقي راجل البر والإحسان اللي ضيع عمره في تربية الأيتام وأطفال الشوارع؟ شوقي؟ ده اللعبة بقى على كبير قوي، أكبر مما كنت تتخيل يا عرفة. صباح الخير يا هاني، ما انت اللي جبت لنفسك سعدية. ايوه دكتور. اوعي نسي تدي الدواء للهاني في ميعاده. ها حاضر، باي باي يا حلوه. عايزين بقى نتصرف بسرعه عشان ما يعرفش ان احنا بدلنا الدواء اللي في العلبتين. انا هتصرف، المهم انت تمسكي اعصابك شويه عن كده.